المسابقة الأخيرة، إذا كنتم متحمسين بقول لكم هذه المسابقة الأخيرة. عندنا ثلاث طوايس فيهم طحين، عاد وش فيهم داخل؟ لازم أول شيء بنقول لكم هذا الشيء، إن إحنا نحط يدينا وراء وننزل رأسنا ندور على الشيء اللي داخل، واللي يطلع الشيء اللي داخل هو اللي إلى النقطة. واحد، طبعا التحدي السادس مو الخامس. واحد، اثنين، ثلاثة. وحيدر الفائز. زهراء الفائزة. ايوه. والاخير زين. اليوم في مسابقتنا فاز بالمركز الاول، من هو؟ حيدر. من هو اللي فاز بالمركز الاول؟ من هو ما فاز بالمركز الاول؟ الدرجات متساوية بين زينب وزهراء وفاطمة، ولذلك ننتقل إلى جولة أخرى في يوم آخر في حلقة أخرى ونشوف المسابقة ونعطي اللي فاز بالمركز الثاني، لأن المركز الثاني والثالث مو مهمين نفس المركز. زهراء معترضة على مسابقة البيض، تقول البيض اللي عاطيني إياه أنتون عاطيني بيضة يابسة، زين؟ بينما حيدر قدر يكسرها بسرعة، صحيح كلامي؟ بعد مشاهدة الفيديو اتضح لنا ان الزهراء كانت حاطة ايدها قدام وزينب ايدها. ها للحين ما حتطلع شي منكم. ولهذا اخذنا نتيجة الطحين واخترنا الفائز هو حيدر، ولذلك اصبح حيدر في المركز الاول وزينب في المركز الثاني. ما يصير. وزهراء ما يصير. في المركز الاخير. سبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيه، واذا شفتون اول مره قناتنا اشتركوا فيها وتعجبكم واجد.